مع تطور العلوم والدراسات المختلفة حول البحر الميت وثرواته، تنبه الإنسان مؤخراً إلى أهمية مياهه وأملاحه المشتملة على مجموعة من المعادن ذات الفائدة العلاجية الكبيرة للأمراض المستعصية، وخاصة الأمراض الجلدية كالتجاعيد والأكزيما والصدفية وحب الشباب والتهابات المفاصل والروماتيزم، وكذلك المشاكل الصحية المتعلقة بالدورة الدموية وارتفاع الضغط وغيرها. ولأجل ذلك يفد إلى الأردن آلاف الزوار والسياح الباحثين عن الشفاء في البحر الميت، نظراً لاحتوائه على المركبات العلاجية والدوائية المفيدة لجسم الإنسان والأملاح الضرورية لصحة البشرة. وهذه العوامل الطبيعية التي يتمتع بها البحر الميت جعلته من أهم المناطق السياحية للاستشفاء، ودفعت إلى قيام العديد من المراكز والمختبرات والمعامل التي تقوم بإنتاج الكثير من العلاجات والمستحضرات المستخلصة من طينة البحر الميت. هي الطينة موجودة كمادة طينية لزجة تحت مياه البحر الميت، بنسميها الفرشة تبعت البحر الميت. بتم استخلاصها بأنه بتنأخذ بواسطة جرافات من تحت البحر، بعدين بتم تعقيمها وتنقيتها وخلطها مع زيت وعسل والألوفيرا عشان تخفف من الجفاف، لأنه هي بتعمل علاج كامل بتسبب جفاف، فبنحط عليها زيوت ومواد ألوفيرا. هاي المنتجات أثبتت من ألوف السنين بفوائدها العلاجية. هاي المواد معروف إنه مكوناتها هي نفسها موجودة بجسم الإنسان بنسبة 4-5%. أولاً لازم أحكي لك إنه نسبة الأكسجين بالبحر الميت أعلى نسبة في العالم كنقطة أخفض منطقة في العالم. هاي أولاً بداية، اللي بيعرف عن البحر الميت بيعرف إنه زيارة البحر الميت تعمل له زيادة نسبة الأكسجين على الجسم وعلى الدماغ، وبالتالي استرخاء كامل وراحة للأعصاب. ثانياً استعمال المواد نفسها كطين كثير إلها، يعني بيجوا الناس خصوصي عشان يتعالجوا من أمراض عديدة، والإثبات الموجود اللي إحنا عملناه مع أطباء ومراكز علاجية خلى مؤسسات الضمان الاجتماعي مثلاً في بعض دول أوروبا تعتمد هذا العلاج في البحر الميت من خلال الضمان. لو ما كان مثبت 100% وبدون أثار جانبية كان الحكومات ما بتثبت بتعتمده كعلاج بالضمان الاجتماعي. وبسبب توفر كميات كبيرة من الطين المستخرج من ضفاف البحر الميت، أقيمت في العاصمة عمان العديد من المراكز المتخصصة بالعناية بالقدم والتدليك والمساج باستخدام طينة البحر الميت التي تمنح الجسم الراحة والشعور بالاسترخاء. إحنا بنعرف إنه الجلد هو أكبر مستقبل في الجسم، وأكثر شيء ممكن يوصل الأملاح والمواد الطبيعية اللي ممكن تدهن عليه للجسم. أسلوبنا في العلاج بيعتمد على أنه أول إشي نقع الجسم أو نقع القدم في الأملاح، بعدين عملية تقشير للخلايا الميتة جميعها، بعدين وضع غمر القدم كاملاً في الطين وتغليفها حتى يتم امتصاص كامل لكل المعادن الموجودة في هذا الطين اللي بيحتوي كتير كتير من المعادن اللي بيحتاجها الجسم وبيستفيد منها. لا شك أنه ثبت طبياً فعالية الطين البحر الميت على البشرة وعلى يعني المفاصل الجلد، مفاصل العظام، هاي من ناحية طبية. لا شك إنه طينة البحر الميت هي مليئة بالأملاح والغنية بالمغنيسيوم وغير المغنيسيوم وبعض الفلزات الموجودة في الطينة، وهاي لها تأثير على البشرة بحيث إنها تعطيها ترطيب وعملية شد بسيطة للبشرة. التهابات المفاصل هي عبارة عن طينة البحر الميت لما تنحط على أكثر من جلسة، مش جلسة واحدة، بصير في امتصاص للأملاح، لا الأملاح الغنية بالمغنيسيوم زي ما حكينا وغيرها، من خلال الجلد تدخل على المفاصل وبتعمل على تخفيف الآلام وزيادة مرونة الحركة. أنا أنصح اللي قادرين إنهم يكونوا
ينزلوا للبحر الميت يستفيدوا من الأكسجين تبع البحر الميت من أشعة الشمس الموجودة في البحر الميت لأنها أشعة غير ضارة. ويرى الكثير من مرتادي هذه المراكز من مواطنين وزائرين أن طينة البحر الميت هي ثروة هائلة يتعين على كل إنسان الاستفادة من جودتها العلاجية لما لها من نتائج طبية متقدمة في المملكة وكثير من بلدان العالم. أنا أول مرة باجي فاستخدمنا طينة البحر الميت وعملوها بطريقة كتير رائعة وكلها بطينة البحر الميت وأملاح البحر الميت، وصحيح إنها بتقيم الاسترس وبتعمل شعور كتير رائع.